وسط أجواء احتفالية وفرحة الطلاب المتفوقين وذويهم، نظم حزب حماة الوطن حفل تكريم لطلاب الثانوية العامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزيري التربية والتعليم والشباب والرياضة وقيادات الحزب وعدد من القيادات الحزبية. عشان كده كان واحد من اهتمامات الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس تحديداً كمان أكد على رعاية الموهوبين والفائقين والمتميزين، فعلشان كده أنا بشكر حزب حماة وطن على هذا التكريم لأبنائنا الطلاب وخاصة هذا العام. هذا الاحتفال من كل عام يعني بيتخذ الحزب كتكريم هؤلاء الأوائل لما بذلوه من جهد خلال دراستهم وتحقيق أهدافهم المنشودة في الالتحاق بالكليات اللي هم يعني بيسعوا إليها. الاحتفال دوت ما جاش من فراغ، جاي من حرص حزب حماة الوطن على الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في رعاية طلابنا وأبنائنا وأسرهم. كل سنة لنا ترتيبات خاصة بنرتبها للحدث ده، له اهتمام وعناية كبيرة عندنا وبنشجع المتميزين منهم. المشهد اللي أنا بشوفه النهاردة داخل القاعة هو مشهد مصغر مما تعيشه الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بجانب التوافق اللي موجود في كثير من القضايا الأساسية داخل الدولة المصرية ما بين حزب حماة الوطن وحزب مستقبل الوطن. بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف التعليم منذ توليها، وكيف توافقت تلك الإنجازات مع رؤية مصر 2030. ومن منطلق تقدير الحزب لجهود وزارة التربية والتعليم، كرم حزب حماة الوطن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدوره في استكمال خطة تطوير ملف التعليم. أحيى الحفل فريق كورال روح الشرق بعدد من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، وكان ختام الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة للعام 2023 وسط احتفاء الأهالي والحضور. أنا بحب أتقدم بالشكر لحزب حماة الوطن، الحقيقة عملوا مجهود كبير النهاردة جدا. أشكر سيادة الرئيس وأشكر جميع الضيوف وجميع حماة الوطن، طبعاً استقبال رائع. بحب أشكر الحزب المجهود جامد جداً عامله مع الولاد وبيشجعهم، ويا رب أشوفهم أحسن ناس يا رب. بصراحة يعني كل حاجة جميلة وكل حاجة مرتبة ومعدة صح، يعني كلنا اللي من السويس ومن كل البلاد بنشكر الحزب حماة الوطن، وربنا يا رب يجعله دايما في تقدم وازدهار. انا سعيد طبعا ان انا في هذا الحفل الكريم، يعني اكيد طبعا اي نجاح بيبقى حلو واي تكريم بيبقى حلو وبيبقى حافز ليك، بيديك يعني بيديك دفعه للامام. انا طبعا فرحانه بالتكريم الجميل والعظيم ده، يعني هم مهتمين بينا جدا وعايزين يسعدونا باي طريقه وبيكرمونا، ودي حاجه جميله جدا. طبعا ونشكر طبعا حزب حماة الوطن ان هو وفر لنا يعني تكريم زي ده، تكريم كبير زي ده، ونشكر طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا حابب اشكر حزب حماة الوطن جدا على الحفل الجميل دوت، تنظيم اكثر من رائع وتقدير كبير قوي للمتفوقين في مختلف الشهادات. صح يعني بجد الاحتفال جميل جدا، يعني انا مبسوطه جدا بصراحه، يعني شكرا جدا لكم. حابه اشكر حزب حماة الوطن على مجهودهم الكبير جدا واليوم الجميل ده. ودائما يؤكد حزب حماة الوطن حرص قيادته الدائم على دعم المتميزين من ابناء الوطن في كافه المجالات تماشيا مع الرؤيه العامه للقياده السياسيه.